السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغربه. اذا الف مبروك للمنتخب المغربي الفوز على منتخب بلجيكا بالاداء والنتيجه. نعم بالاداء والنتيجه. صراحه لما تشوف المنتخب المغربي كيفاش يسيطر على منتخب بلجيكا، ثاني احسن منتخب في العالم بالطول وبالعرض والتمريرات والقصيره والضغط العالي، كأنك ترى أن بلجيكا منتخب ضعيف، منتخب يعني مجهري، مبانش هذاك بلجيكا دي بروين ولوكاكو والحارس نتاعهم المعروف تاع ريال مدريد كورتوا والعديد من النجوم وميرتانز والقائمة طويلة ودي بروين وهازار، لكن ما قدروا يعملوا ولا شيء. منتخب المغربي مدرب تاعو ركراكي حاول انه يحافظ على التشكيله اللي لعبت ضد منتخب كرواتيا اللي انتهت بالتعادل باشتراك يعني نفس تقريبا نفس اللاعبين، لكن المشكله انه صارت له اشكاليه انه بونو الحارس اشبيليا اصيب وبالتالي تم اخراجه، يعني بقى على نفس التشكيله في الشوط الاول اللي صراحه انتهت بالتعادل 0-0. الشوط الثاني ولا بيت القصيد في الشوط الثاني، المقابلة كم والفوز اللي فازوا المنتخب المغربي بهدفين لصفر يتلخص في الشوط الثاني بزوج تغييرات. زوج تغييرات هذوما غير المقابلة، زوج تغييرات هذوما هما اللي جابوا ثلاث نقاط والفوز للمنتخب المغربي. التغيير الأول لمنتخب المغربي دخول لاعب صابيري اللي راح نتكلموا عليه، هذا اللاعب هذا شكون وين كان منتخب اللي يلعب فيه والعديد من الأمور. صابيري في دقيقة 68 ومكان دخول صابيري مكان اللاعب حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، ما كانش قضية نجوم، ركراكي يمشي بعقلية الأحسن اللي يلعب والبروفيل اللي نحتاجه ونبغيه، خرج حكيمي ودخل صابيري. في 73 دقيقة 73 دخول اللاعب زكريا أبو خلال مكان لاعب بوفال، بوفال دير مقابلة كبيرة، مقابلة رائعة ديرها بوفال، دير جرو ماتش، بصح البروفيل الكوتشينغ واش يقول؟ الكوتشينغ يقول كون ندخل أبو خلخال يقدر يجيب لي الخطر في ذيك الجهة، يعني الركراكي درس نقاط ضعف نتاع نقاط ضعف نتاع المنتخب البلجيكي. القابل اللي زكريا ابو خلال هذا قادر يساعده في الشق الهجومي في مكان معين ولا في خلل معين في المنتخب البلجيكي او دفاع المنتخب البلجيكي. وبالفعل الهدف الثاني، اذا تغييرين اثنين جابوا الفائده وكوتشينغ ناجح بامتياز. لما تشوف صابيري اللي دخل مكان لاعب حكيمي كما قلت باريس سان جيرمان واسم كبير وقطعة أساسية وكادر في المنتخب المغربي، لكن ما فيهاش كادر وما فيهاش لاعب أساسي وقطعة أساسية وخبرة وقائد وما قائد. كاين البروفيل واش نحتاج أنا؟ أنا كمدرب عندي قراءة على المخصم اللي هو منتخب بلجيكي، عنده نقاط ضعف معينة، ما يقدرش يأدي لي مثلا حكيمي الدور اللي نبغيه أنا، إذا ندخل صابيري. وصابيري جاب هو الهدف اللي سجله رومان سايس، مدافع رومان سايس جاء من عند صابيري اللي دخل. تغيير ثاني اللي في دقيقة 73 خروج اللاعب بوفال اللي كان أحسن لاعب في المقابلة بالنسبة لي، خاصة يعني الدور اللي داره دار جرو ماتش بو، بلا ما ننسى أيضا زياش اللي دار مقابلة كبيرة، لكن خروج لاعب كان دار مقابلة كبيرة، بصح ما فيهاش مقابلة كبيرة ومش مقابلة كبيرة، ما فيهاش لاعب دار مقابلة كبيرة ولا لا، كاين احتياجات وكاين بروفيل اللي نبغيه أنا ولا دراسة للخصم، الأخطاء اللي يرتكبها المنتخب البلجيكي أو نقاط الضعف، نقاط الضعف تحتم علي أنا كمدرب ندخل اللاعب زكريا أبو خلال. وبالفعل جاء الهدف في الدقائق الأخيرة 90-91 دقيقة ولا 92 دقيقة، جاء الهدف الثاني للمنتخب المغربي. إذن كوتشينغ ناجح بامتياز، الكوتشينغ اللي داروا الركراكي ناجح بالامتياز، وتغييرات ناجحة موفقة لأبعد الحدود.
ونروحوا للاعبين اللي زوج اللي جابوا منهم جابوا الاهداف، يعني نهضروا ونتكلموا على اللاعبين زوج اللي جابوا الاهداف اللي جات من عندهم الاهداف، سواء صابيري اللي عطى الكره اللي لمسها رومان سايس اللي دخل مكان حكيمي، او اللاعب زكريا بوخلال اللي دخل مكان بوفال وسجل الهدف. لاعب صابيري كان يلعب في المنتخب الالماني لاقل من 21 سنه وخطفوا لقجع ودخلوا في المنتخب المغربي، هو في عمره 25 سنه، دخلوا في المنتخب المغربي في سبتمبر 23 سبتمبر 2022، يعني ما عندوش بزاف. هذا يسموه الاستثمار، ما كان لا يتصور مع الشهادة والعالم ولازم يقبل ويطلب السماح ويعتذر ويقول نلعب مع الجزائر، ما هو هذه يسموها الغاية تبرر الوسيلة. أبقاوا في الوطنية والوطني ولازم يتصور بالعالم ويسلم على العالم وكذا، والناس هاي تبروفيتي في القانون اللي خدمناه احنا ونشأناه احنا وفكرة نتاعنا احنا، هذا التاريخ ما نقدروش نغيروه، احنا هما اصحاب قانون البهاماس الجزائر، لكن ما نستفيدوش من قانون البهاماس. على كل حال كل شيء قلناه في مدة 3 سنين او 4 سنين الوقت اعطانا الحق الحمد لله. على كل حال اذا اللاعب الثاني اللي هو زكريا بوخلال، زكريا بوخلال هذا اللاعب ايضا ما نساوش انه ايضا هذا اللاعب صابيري يلعب في نادي سامدوريا الايطالي اللي ينشط في الدوري الايطالي. الثاني اللاعب الثاني اللي هو زكريا بوخلال هذا اللاعب يعني يلعب كان يلعب في الدوري الهولندي، وهذا اللاعب تدرج في مختلف الاصناف نتاع المنتخب الهولندي، اقل من 16 سنه اقل من 17 سنه وروح 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 الى غايه وصل يعني سنه 2019. سنة 2020 تاريخ 13 نوفمبر تم يعني تغيير الجنسية من قبل لقجع ليصطاد العصافير النادرة باش يكون منتخب للمستقبل، وهو في عمره 20 سنة يلعب الآن في المنتخب المغربي عنده 22 سنة، جابوه هو عنده 20 سنة للمنتخب الوطني المغربي والآن يلعب في نادي تولوز الفرنسي. هذا هو الاستثمار، احنا عدنا لاعب جبناه من 2016 ودركا احسن لاعب في المنتخب الوطني، احسن لاعب جزائري، احسن لاعب في الدوري الايطالي وسط ميدان هو بن ناصر، استثمرنا فيه في 2016 ما زدناش جبنا مواهب. شفتوا علاش الناس هربت علينا؟ لان الناس تخدم، لما تجيب رئيس اتحاديه، رئيس اتحاديه كفء، رئيس اتحاديه يخبط الطابله، ماهوش 4 سنين ولا لاعب جبناه، 4 سنين درنا بيان ضد اللاعبين المغتربين والناس كامله على بالها وعلى بالها بالقضيه وما فيها، 4 سنين وحنا ماذا بينا ما يجي ولا جوار. اذا نرجعوا لموضوعنا، المنتخب المغربي وضع خطوه ولا رجل في التاهل للدور الثاني، ابقات القدم الثانيه او الخطوه الثانيه هي المقابله تاع كندا. كندا منتخب مش سهل لكن يعني عنده حظوظ كبيره للتاهل، تعادل يقدر ياهل المنتخب المغربي، لكن حذاري المنتخب الكندي مش سهل باش نكونوا صراحه. اذا في الاخير متقنا مع مزم الفيديوهات، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.